رجعنا لكم من الفاصل وحاطين زي ما انا قلنا قبل ما نطلع فاصل، حاطين الريش بتاعتنا على درجه حراره 180 مع البطاطس والنعناع والليمون، وسايبينها بس كل شويه كده بنبص عليها، هي مش هتاخد وقت في سوا. وانا كده بشرب قهوتي في الفاصل بتاعنا، فكرت ايه اللي ممكن نعمله، حاجه كده خفيفه وبرده مش هتاخد وقت، عشان نشوف باقي يومنا هنعمل فيه ايه، مش بس كل يومنا هنقضيه في المطبخ. دلوقتي انا جيت لك بخمس مقادير تانيين، الخمس مقادير سهلين جدا تاني، بقولها لك في كل اكله من اكلاتي، لان انا بحاول، انا دخلت المطبخ حب، ما دخلتوش ان انا متعلمه اكل، فبحاول اخليكي انت كمان لو شفتي اكلاتنا ان شاء الله تحبي المطبخ وتدخلي تجربيها. الخمس المقادير بتوعي عبارة عن، أنا بسميها سلطة مكرونة بالبروكلي، أنت بقى عايزة تعمليها طبق جانبي جنب الأكل، ممكن يبقى طبق جانبي، ممكن يبقى طبق رئيسي، ممكن تخليها سلطة عادية جدا. أنا قلت شوية يعني عشان الألوان وحاطين نعناع في اللحمة، فنعمل حاجة خفيفة بديل عن الرز دايما في أكلنا جنب اللحمة بتاعتنا، هنعمل سلطة المكرونة. الخمس مقادير بتوعي أسهل من كده ما أعتقدش إن هو فيه، يعني مكرونة مسلوقة، أنا بحب نوع المكرونة السوستة، بس أي مكرونة موجودة عندك في البيت ممكن تعمليها. البروكلي، البروكلي انا مش محتاجه ان انا اتكلم عن الفوائد الفظيعه اللي فيه، مفيده جدا لينا ولولادنا وصحتنا، وتاني بقولها لك اي حاجه خضره ربنا خلقها ما تخلاش من الفيتامين والحديد والمعادن اللي جسمنا محتاجها. عندي حمص، الحمص انا سلقاه قبل الحلقه طبعا عشان وقتنا، نص سلقه بس، هو مش محتاج اكتر من كده، وكمان سلقه البروكلي وسلقه المكرونه بتاعتنا، مش حاطه ملح في اي حاجه خالص. وعندي ثوم، وعندي سلامي لو محتاجة ان انتي تبدليه بلحمة عادية، ممكن عايزة تاخدي من الريش وتخلطيه مع الباستا بتاعتنا ممكن برضو تعمليها، يعني ما تحاوليش تكلفي نفسك على قد ما تقدري. لو جيتي بصيتي الخمس مقادير هتلاقيهم اكيد في المطبخ بتاعك، حاولي تفكري كده وانا بعمل تقومي تدوري عليهم وتعملي معايا. اللي هعمله النهاردة، هسخن الطاسة بتاعتي، ممكن نحط بس ايه، انا دايما متعوده بطبخ بزيت زيتون او زيت عادي، بس الاكله دي ايه، بما انها خفيفه ما فيهاش اي دهون خالص، نحط لها كده نطعمها بحته زبده صغيره. وعبال ما الزبده بتاعتي تسيح، انا كل اللي هعمله، انا مش هفرم الثوم، انا عايزه طعمه يبان في الاكل، انا كل اللي هقطعه اقطعه شرايح بس كده رفيعه. مش فارق في اكلك يعني ان انت تطلعي كل فص ثوم شبه التاني، مش مشكله، المهم الطعم الاخير هيبقى شكله ايه، الطعم الاخير شكله ايه، يعني يمكن من الريحه برضو انا ايه اتلخبطت شويه في الكلام. نوطي على الزبده بتاعتنا، الطعم الاخير هيطلع طعم حلو قوي ان شاء الله. البروكلي لو دخلتيه في اكل، حتى لو في البيت عندك ما بيحبوش او انتي مش متعوده ان انتي تجربيه في اكل، حاولي تدخليه في الاول بس كده في حاجات انتي بتحبيها، مفيش حد ما بيحبش المكرونه في شعبنا، وكل بيت بياكل دايما المكرونه بطرق مختلفه. هشوح بس كده الثوم بتاعي، وبخلي دايما كده جنبي ايه طبق صغير علشان ما بهدلش الدنيا وارجع، بدل ما انا عايزه اقعد اكل كده قدام التلفزيون ولا اتكلم مع اصحابي ولا اتكلم مع عيلتي، علشان ما اوسخش الدنيا جنبي بخلي دايما كده ايه طبق جنبي. انا الثوم هيتشوح مش هحمره، هاخد السلامي بتاعي تقطيع عشوائي جدا، انت ممكن تاخدي لحمه عاديه لو انت عايزه، ناخد دي كمان، انا كل شويه بس ايه ببص على الثوم علشان ما اندمجش مع الاكل ده وانسى الحاجه اللي انا حطاها على النار. انا الثوم بتاعي اتشوح، هنزل عليه بس بالسلامي او باي نوع لحمه انت عايزاه،
مش عايزه تحطي خالص برضو السلطه لوحدها، هتبقى حلوه قوي كفايه افاده البروكلي اللي احنا فيه. نضف بس حواليا، ده ما بيحتاجش اي حاجه خالص عشان يتشوح. لو جينا بصينا، لو المصور بتاعنا بس قرب، مش محتاج ثواني عشان يتشوح مع الثوم. هحط عليها الحمص، الحمص هفكرك تاني انا سلقاه. هنحط شويه فلفل اسود، شويه بس كده معقولين يعني، كله هياخد طعم الثوم، واكله خفيفه وحلوه قوي. دلوقتي اللي انا هعمله، انا سلقه البروكلي بتاعي، مش محتاجه غير ان انا ممكن ايه اقطعه نصين بس كده علشان الشكل. بصي لون الحاجه الخضراء في الاكل بتعمل منظر وبتعمل ريحه وبتعمل طعم، وبتخلي العين كده حابه ان هي تاكل الاكله دي قبل ما تفكر حتى في الفوائد اللي موجوده في الاكله بتاعتنا. هيقلي كده ممكن يكون كفايه، ننزله بس على الطاسه بتاعتنا. لو احتاجتي تزودي بروكلي زودي زي ما انت عايزه. هي ميزه الطبق اللي انا عاملاه النهارده ان شويه نحاول نستفيد بالفوائد اللي في البروكلي، ومش باين يعني في اكله صريحه يعني. هنحط شوية ملح، ملح كويس كده، انا بحط التوابل الاساسية اللي في اي بيت وفي اي اكلة ممكن تتحط. انتي بقى بيرجعلك اي حاجة انتي عايزة تزوديها من توابل حسب انتي بتحبي التوابل بتاعتك ايه في اكلك. انا عندي هنا بوله فاضيه، ده تقريبا كده اتشوح، مش عايزه اكتر من كده، هنقله عندي هنا. وهحط كمان حته زبده صغيره قوي. وهيجي وقت المكرونه بتاعتنا، المكرونه انا حطيتها بس في اخر الطاسه عشان تاخد الطعم كله كده مع بعض، الثوم والبروكلي والسلامي او تاني اي نوع لحمه انت عايزه تحطيه، او حتى لو عايزه تستغني عنه مش مشكله. انا خلاص كده بقولك ان السلطه بتاعتي خلصت، هقلب بس ده كده مع بعض. ممكن نقلبها بايه؟ ممكن نقلبها بدي، خلي ده هنا، واللحمه بتاعتنا كمان اللي في النار ما ننساهاش. تقريبا خلصت، نجيب حاجه بس نمسك بيها. بيتهيألي ما خدناش وقت خالص النهارده في حلقتنا، وعملنا طبقين الاثنين اغنى من بعض في القيمه وفي الفيتامين، وان شاء الله هيكون في الطعم كمان. ممكن نجيب الطبق بتاع السلطه بتاعتنا اللي هنقدم فيه، بس نوسع كده حاجتنا. الله على ريحه الريش بالليمون بالنعناع، انا حيرانه دلوقتي ايه اللي فيهم احلى من التاني.
هبتدي بس انزل السلطه بتاعتي في طبق التقديم. حلوة ألوانها، تفتح النفس من غير كلام يعني. نحط حاجتنا هنا كده. ادي أول طبق عندي، طبق السلطة بالبروكلي خلص. ممكن نحطه كده ونجيب طبق التقديم بتاعنا بتاع الريش. كده ممكن هي تقريبا استوت، ما خدتش وقت خالص معانا، وهي حاجه مش صعبه في الاخر. انت عملتي ريش برضو، يعني الناس بتتخض هنعمل ريش، لا سهله جدا وكمان ريحتها حلوه قوي. مش عارفه دي معصلجه معايا من ساعه ما ابتديت اعملها كده. واحدة كمان كده. وعندي انا كنت سايبة بشر ليمون، كل اللي هعمله انا هبشر بس شوية ليمون بس كده عشان الشكل مش اكتر. عندك بقى تزوقي بنعناع، انت ممكن تعملي كل اللي انت عايزاه. انضف بس كده الطبق بتاعي عشان العين بتاكل قبل ما الفم بيدوق. كده انا عملت لك النهارده في حلقتي طبقين، كل طبق من 5 مقادير وبس زي ما وعدتك. عندي سلطه المكرونه بالبروكلي من 5 مقادير وبس، والريش ان شاء الله هتكون خفيفه على معدتك زي ما بتمنى ان حلقتي تكون خفيفه على قلبك. اسيبك على الف خير واقول لك اوعي تنسي تتفرجي علينا في كل حلقه من 5 مقادير وبس. سلام عليكم.